العد التنازلي للحملة الانتخابية للرئاسية المسبقة في 7 سبتمبر المقبل ينطلق، ومعها يشرع في وضع اللمسات الأخيرة بتحضير الجوانب اللوجستيكية وتوفير كافة الإمكانيات المادية والتأطير البشري وكل ما يلزم للمترشحين لعرض برامجهم الانتخابية. قمنا مسبقا بتحديد وحصر قاعات الحملات الانتخابية والتي تم اعتمادها نهائيا والمقدرة بست قاعات لهذه الحملة حتى يتم استغلالها من طرف السادة المترشحين أو ممن يمثلهم. عبر كامل التراب الوطني تتجهز القاعات المحددة للحدث والفضاءات المخصصة لإلقاء الخطابات من طرف المترشحين والقائمين على حملاتهم الانتخابية. المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعنابة اتخذت جملة من التدابير والإجراءات لتجهيز القاعات التي تحتضن الحملات الانتخابية المترشحين والتي عددها 49 قاعة على مستوى جميع بلديات الولاية. ولاستقطاب أكبر للجماهير تستمر عملية تحديد ورسم الجداريات والمساحات المخصصة لوضع الملصقات الإشهارية وصور المترشحين الثلاثة. خصصنا 20 مكان للإشهار لتمكين كل مترشح انه يوصل الصوره والا يشهر للمترشح تاعو. بلديه بوذلجه ايضا سخرت كل الامكانيات المتوفره من نقل واي حاجه. لا يفصل عن انطلاق الحمله الانتخابيه في 15 من اوت الجري سوى سويعات تستمر فيها التحضيرات على قدم وساق، لتبقى كلمة الفصل للمتسابقين في هذا الموعد الرئاسي لإقناع الهيئة الناخبة واستمالة أصوات الناخبين.